كما أكد اسمه الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن يوم أمس الأول كان يوما متميزا في تاريخ فنون القتال المختلطة بتأهل أربعة من مقاتلي البحرين إلى الدور قبل النهائي من بطولة العالم بعد أن قدم المقاتلون مستويات كبيرة. وكان سموه قد تابع نزالات مقاتلي البحرين والعالم وأثنى على القدرات والإمكانيات التي يمتلكونها، مشيدا بالمستويات العالية والإمكانيات البدنية الكبيرة للمقاتلين والتي تنذر بمنافسة شرسة على المراكز المتقدمة، وهذا ما نطمح إليه، وهو رؤية بطولة قوية تؤكد مدى التطور الذي باتت تعيشه رياضة فنون القتال المختلطة في العالم. وحيا سموه عطاء مقاتلي مملكة البحرين، وقال إنهم على قدر عال من المسؤولية وسينالون كل الدعم والتشجيع حتى نهاية المطاف، وسنعمل جاهدين من أجل تهيئة كافة الأجواء الإيجابية أمام مقاتلي مملكة البحرين من أجل الظهور المتميز وضمان تحقيق مراكز متقدمة. وكان كل من حسين عياد وحمزة محمدوف وعبد المناف ومرتضى علي قد نجحوا في التأهل إلى الدور قبل النهائي من البطولة العالمية. وأثنى سموه على مشاركة لاعبات من البحرين في البطولة وهما فاطمة بورشيد وهند رزق، وأكد سموه أن البطولة تمكنت من وضع المملكة في دائرة تركيز الإعلام العالمي باعتبارها تحتضن بطولة العالم وتحظى بمتابعة كبيرة، بالإضافة إلى الترويج لمملكة البحرين وإطلاع المشاركين على تاريخ البحرين، وبالإضافة إلى المكاسب الاقتصادية والسياحية. وعرب سموه عن سعي المملكة إلى استضافة وتنظيم المزيد من البطولات في رياضة فنون القتال المختلطة لتأكيد مكانة البحرين باعتبارها باتت مركزا مهما لهذه الرياضة في منطقة الشرق الأوسط. We'll be right back.
لم يتبقى عن موعد الحسم إلا قاب قوسين أو أدنى، وهوية الأبطال بدأت تسدل شيئا فشيئا. فها هو دور الربع النهائي ينقضي بعد انتهاء نحو 50 جولة ضمت في ثناياها منافسة شرسة، ومقاتلين كشروا عن أنيابهم وأنظارهم تحدق بكأس هذه المسابقة. 94 منازلا من مختلف الجنسين أنهوا هذا اليوم بشق طريق نحو حلمهم، بينهم 7 يمثلون الفريق البحريني الرجالي والنسائي، واصلوا الزحف للأدوار النهائية وإن كان منهم من تعرقل وسط المسير. عندنا فريق قادر أن يكون موجود على منصات التتويج، وإن شاء الله يكون يعني تمشي الأمور حسب ما مخطط لها. بالنسبة لفريق البنات مثل ما أنت عارف أن يعني اليوم عندنا الرياضة النسائية متطورة جدا، خاصة في الألعاب القتالية والMMA فريق جديد، لكن عندنا بطلات أشادوا الفنيين بأدائهم، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يكونوا متوجين بإحدى الميداليات. اليوم حسيت براحة أكثر في الفايت، حسيت أني أقدر أعطي أكثر، مع أن في آخر راوند كانت الجولة جدا صعبة، يعني صرت في بوزيشن جدا صعب، بس سمو الشيخ خالد كان يناديني من برا الكيتش كان يقول لي لا تنسى الميدالية اللي احنا جايين علشانها، فهي أعطاني دافع أكثر وأن أتحمل الضغط اللي جاينا من خصمي، والحمد لله تمكنت نفوز عليه بجولتين وهو فاز جولة فياخذون على الأفضلية. سلامة المقاتلين جاءت في مقدمة مصافي الأولويات، إذ يعمل الطاقم الطبي من وزارة الصحة والمستشفى العسكري ومسعفين على مدار الساعة لتأمين كافة الخدمات الصحية المناسبة لجميع الأفرقة والمنتخبات المشاركة في البطولة. احنا متواجدين صار لنا 3 أيام قبل البطولة، نقسم الدكاترة من ناحية اللي هو اون فيلد وفيلد ترياج اللي هي غرفة التصنيف، والغرفة الموجودة هنا حق اللي عندهم إصابات شوية تحتاج رعاية، وغير هذه عندنا بعد الإسعافات موجودة برا، بحيث ان اي لاعب عنده إصابة شوية قوية نحاول دايركت حق اي مثل ما يقولون الطوارئ. عندنا مستشفيات احنا متواصلين مع العسكري والسلمانية بعد. ووسط حضور إعلامي وجماهيري يتوافد الصغار والكبار والعائلات، وذلك لمتابعة هذا الحدث العالمي. احنا اليوم جايين مو بس كجمهور، اليوم احنا جايين نشجع الفريق النسائي البحريني. طبعا فاطمة البرشيد وصلت للنصف النهائي من البطولة، طبعا هاي فخر كون الفريق النسائي اول فريق عربي يشارك في البطولة. انا عشان اشوف القتال والمصارعة والبوكسات زين، بس إذا كبرت بقاتل يعني نفس كذي نفسهم، وأنا وأخوي مستانسين يعني. أبي أصير إذا كبرت بقاتل البحرين. أسبوع بريف ليس ملتقى رياضيا فحسب، فهو محفل عالمي بصبغة وطنية. خطوات قليلة تفصلنا عن الختام، جمهور يترقب القمة ومقاتلون شحذوا الهمة ليظفروا بأحلامهم ويحصدوا الألقاب العالمية. لتلفزيون البحرين صالح يوسف.